منظري بصفحة المش وعرفت الكايزر والنت والدش. طب إش 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 لك وش لك وش إش 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 لك وش لك وش. يا بهالة ويا أم محمد تعرفوا من إمتى مغنى؟ يا بهالة ويا أم محمد تعرفوا من إمتى مغنى؟ وشارع أحمد عرابي خلوها طبي. اتفضل اتفضل يا وش بيه، تحب تشرب ايه؟ قهوه شاي جنزبيل ولا بقول لك ايه؟ تستنى نبعت نجيب الشيش من عند الراجل بتاع الروبابيكي؟ نديلي شباره يا معلم. ايه؟ شباره؟ انت جاي بلوك عشان شباره؟ عمل نصيبه ايه تاني واحنا ما نعرفش؟ خلصنا يا معلم، انا مش ناقصك انت كمان. حاضر يا معلم باشا. شباره يا سيد الرجال يا سبع الكرومبا كلم الباشا. اتفضل. عايز ايه؟ مش انا اللي عايزك، صالح بيه هو اللي عايزك. نعم، عايز ايه؟ انا برضو يتقال لي نعم عايز ايه؟ ربنا يسامحك، مش كفايه انك سبت الشغل معايا ورحت اشتغلت من ورايا مرمطون في القهوه؟ يعني في القهوه مرمطون بكرامتي؟ مفيش حد في مصر دي كلها يقدر يحفظ كرامتك غيري. يا صالح بيه، انت استغفلتني وقلت لي انك ما تعرفش سكه منصوره وهي شغاله عندك بابا في عمارتك. كنت عايز ارحمك منها عشان تحافظ على مستقبلك. يا باشا منصوره كل مستقبلي، فضلت سايبني نايم في العسل لحد ما صحيت لقيتها قاعده في الكوشه جنب عريس تاني. هي لو كانت بتحبك كانت استنتك وما كانتش اتجوزت حد غيرك، مش كده ولا ايه يا معلم شباره؟ اقعد بقى علشان في كلام مهم قوي عايز اقوله. طبعا عايز ترجعني الشغل، ما انت مش قادر تمشي الشركه من غيري. اذا كان على الشغل فاحنا هنتكلم فيه بعدين، بس انا دلوقتي عايزك في موضوع اهم وبرضه يخص منصوره. صالح المنزلوي بعتك انت عشان تتوسط له عندي عشان اتنازل عن القضيه؟ خايف يجيلك بنفسه ولا تكسفيه؟ ماني لازم اكسفه. يكون في علمك بقى المتر اكرم قال لي ان هيطلع لي كده يجي 30,000 جنيه بعد ما ياخد هو اتعابه. عصفور في الايد خير من عصفور لسه في المحكمه. وايه بقى العصفور اللي بعتهولي معاك في صالح المنزلوي بتاعك؟ 5,000 جنيه نصاص، نصهم دلوقتي ونصهم بعد ما تروح المحكمه وتتنازل عن القضيه. انا قضيتي مع صالح المنزلوي مش فلوس، ده طار بيت ولازم اخلصه. ولا انت ناسي يا شباره ان هو السبب في كل المصايب اللي حطت على دماغي من ساعه ما جيت هنا؟ منصور، احنا مش قد الناس دي، بس احنا معانا ربنا ولازم نبقى كبار في نظر نفسنا عشان هم كمان يشوفونا كبار قدامهم. يعني اقول له انك مش هتتنازلي؟ قول له نتقابل في المحكمه ويبقى يوريني شطارته، وهشوف بقى هيعمل فيا ايه اكتر من اللي عمله. منصور، منصور دول 5,000 جنيه صاص. أنا فين؟ أنت في سريرك يا عريس. صباحية مباركة. أنت بتقول إيه؟ صباحية مباركة يا بيت؟ يوه بقى يا بيومي، ما تكسفنيش أمال. بس أنا ما فكرش حاجة واصل من اللي هتقولي عليها دي. وأنت هتفتكر إيه ولا إيه ولا إيه بس؟ طب وكيف يعني أنا طبيت زي الجاموسة كده على غفلة؟ من كتر الشقاوة اللي عملتها. طبيعي مش هنظبطه. هنظبطه ايه؟ انت عاوز تظبط ليل ونهار يا بيت؟ انا عايزك تفكريني بس بتفتوفه واحده من الشجاوه اللي هتقولي عليها دي. يعني اسيب الطبيخ واضيع وقتي في التفاتيف؟ بلاها طبيخ عاد، احنا هنجيب الوكل النهارده تلفرن. تلفرن ايه بس يا بيومي؟ احنا ورانا شغل يامي. ولا انت نسيت انك بقيت بواب العماره؟ بواب عماره في شهر العسل؟ اللي زينا يا بيومي ملهمش شهر عسل. انت كبيرك؟
كوبايه الشاي بتاعت الليل واخره. دودي يا شبر نقودي يا صاحب العمل المسدودي يا كابتن الشقاوة يا آخر العنقودي، الزهر وبان ودينا الأمان، نضفنا الودان وهنسمع البيان. اهدى امال اهدى كده، ده دودي وصل وبيسلم عليك. كل ده سلامة يا دكتور. شش لنا دودي، عملت ايه؟ ايه اللي وصلت له وهتقدر عليه؟ طيب كويس، روح على التمرين بتاعك وابقى ابلغ حامد بكل اوجاعك. اوجاعك ايه؟ انا مش فاهم حاجه. عملك اتفك ونحسك اتشك وبقاش عندك مانع للخلف، لان مفيش لا عطل ولا تلف. طب لحد ده ولا اوجاع ايه بقى؟ اوجاع الطير الوليف، ابو جناح مكسور ضعيف. لا انا اتكلمنا بالشفرة، انا مش فاهم حاجه. باختصار ومن غير هزار، مراتك مسكوكه 5 سكات، يعني لا هتقدر تخلف صبيان ولا هتخلف موها بنات. انا رئيس جبرائيل، يعني شكريه محتاجه ايه كمان تفك عمل ب8000 جنيه؟ مراتك مسكوكه سك طبيعي، مش بعمل خريفي ولا ربيعي، ملهاش مع الجن صرفه، وان كنت ناوي على الخلفه لازم تغير العتبه. غير العتبه؟ يعني ادي الولد دروس خصوصيه على بصه تاني؟ وانت ما عندكش عتبه غير الدروس الخصوصيه، انا بكلمك على عتبه الحياه الزوجيه. يا نهار اسود ابني، انت عايزني اتجوز واحده ثانيه؟ على شكريه دي كانت تقتلني يا دكتور. حامد لازم تبقى جاد. شكريه لازم تبطل انانيه. بيومي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش انت اللي قلتي لي اعزق الارض عشان نزرع الفاسيلتين اللي انت جبتيهم اولت امبارح؟ وانت كده بتعزق الارض؟ ده انت بتموت الزرع اللي انا موتت نفسي عشان ازرع. انا قلت لك من الاول انا ما بفهمش حاجه في موضوع الفلاحه ده. واصل خلاص، سيب الفلاحه للفلاحه وروح انت طوق العربيات. ماشي، انا هلهي نفسي في اي حاجه عقبال ما يجي معاد كوبايه الشاي بتاعت الليل واخره. عاوزين نظبطه. امشي بقى يا تاج يا بنت. ما تمشي، خلينا عندك الارض. امشي. ربنا ما يحرمنيش من عبطك المزمن، يبقى جبل لو ظبطت في سنتك السود. منصوره عمر، انت مستخبي عندك بتعمل ايه؟ كنت مستني لما الاخ ده بتاع الليل واخره يمشي من هنا. يعني انت جاي لي مخصوص؟ ايوه منصور، جاي لك في موضوع مهم. خير يا عمر؟ بابا وماما زعلانين من بعض. طب واني اعمل ايه؟ واني لما كنت رجعتهم لبعض كنت اديت لك ضمان سنتين ان هما مش هيتخانقوا؟ يا منصور انت تقدري تصالحيهم بكلمه واحده بس؟ اني مش فاهم. افهمك، ماما زعلانه من بابا عشان جده كامل رفع قضيه على جده صالح. يستاهل، هو اللي عمله جدك صالح ده شويه. وانا جاي لك تحليها ولا تعقديها اكتر؟ يا عمر انا ماليش كلمه على جدك كامل، هو وجدك صالح دول عاملين زي الحداد، عمالين يصارعوا بعضيهم. وانا حيلا حته بسريايه بتطبش على وش الميه، ولو دخلت وسطيهم هيفعصوني كده زي السانكاويتش. سيبك من قضيه جده كامل، خلينا في قضيتك انت. لا انت جاي لي عشان اتنزل عن قضيتي؟ ايوه منصوره، وانا هفهم ماما ان بابا هو اللي اقنعك بكده، يقوموا يتصالحوا وبطلوا خناق. بس انا القضيه دي كنت مستنيها من زمان، والتعويض اللي كان هيجي لي منه كان هيحل لي مشاكل. يا منصوره، انت لو تنزلتي عن القضيه دي هتكسبي جده صالح، وبطلوا بقى الذنوب اللي بتضربوها في بعض كل شويه. هو اللي بدا الاول، يعني يا دوبك كنت بدافع عن نفسي. سيبك من اللي بدا وخلينا في الحين، تعالي نفتح صفحه جديده. تفتكر ان جدك صالح ده يستاهل صفحه جديده؟ انا استاهلها يا منصوره، انت هتعملي كده عشان خاطري واحنا مش صحاب. طبعا صحاب قوي يا عمر. انت مش بتحبيني؟ ايه الا بحبك. طب ربنا يعني انت معزتك في قلبي زي فوزيه وبهانه وكل بنات الملك. طب عشان خاطري انا وفوزيه وبهانه وكل بنات الملك تصحي على جده وتنزلي على القضيه. صباح الخير يا كامل بيه. صباح الخير يا بيومي. ايه
اللي انت عملته في العربية ده؟ الحاج عليا اما نظفها لك بيدي. وانت كده نظفتها؟ والجزاز ملطش شوية بس حلمك عليا نجيبه الجردل والخيشة ونخلوها لك فل. جردل ايه وخيشة ايه؟ وانت هتسيق سلم؟ صبرك عليا شوية يا باشا، ده انا اول يوم يعني في غسيل العربية تعاد. لا عاد ولا زاد، من هنا ورايح مالكش دعوة بالعربية دي خالص. هاتك القرف. منصورة منصورة، خير يا كامل بيه؟ بيومي عامل فيك حاجة؟ حسك عينك يمد ايده على العربية دي مرة تانية، شايف عمل فيها ايه؟ معلش عني خمس دقايق وهخليها لك بتقبل. لا متشكرين قوي، انا مش فاضي ورايا مشاويري. طب اتفضل اتفضل. معلش امسحي كويس. اتفضل اتفضل يا كامل بيه. حسبي الله ونعم الوكيل. اضعفي هنا عشان اشوف. مع السلامة. اتفضل يا كامل بيه، مع الف سلامه. خلاص حسبي الله ونعم الوكيل. هو انا كنت ناقصاك يا شيخ؟ يعني انت لا تعرف تعزق ولا تعرف تنظف عربيات، اشغلك اني ايه بقى في العتبه الحمراء؟ بنت منصوره عندينا في البلد مفيش مره تكلم جوزها كده واصل. واحنا عندنا في البلد مفيش مره تشتغل بدل جوزها كده واصل. ايه ده؟ منصورة؟ طبعا ما كنتش تحلم ان اوافق بالسرعة دي. توافقي على ايه؟ ان اتنازل عن القضية. اه والله صحيح. لا افارق على الواد شبارة ده، عارف يأثر عليك. صحيح شبارة ده مين؟ يعني ما سمعتش كلام شبارة. ما سمعت كلام مين؟ يعني سمعت كلام الأستاذ عمر، جاني في الجنينة وقال لي اتنازلي عن القضية عشان خاطر يوضع سره في أصغر خلقه. عمر صحيح صغير لكن عقله يوزن بلد. يعني عارفة انت ازاي بس تبقى جده؟ وبعدين بقى يعني حتى وانت جاية تصلحيني مش عارفة تلبي لسانك اللي عايز قطعه ده؟ الصلح ده بشروط، التنازل عن القضية قصاد التعويض. يعني مش عشان خاطر عمر بقى. عمر هو اللي خلاني اقبل التعويض الصغير اللي انت هتدفعه لي، وما استناش التعويض الكبير اللي كانت هتدهوني المحكمة. خلاص وانا عندي قولي 2500 جنيه دلوقتي و2500 جنيه بعد التنازل. خمسة دلوقتي وخمسة بعد التنازل. ده كتير كتير، ده اسمه ابتزاز. ابتزاز؟ ايه جزء صغير من فرق السعر. فرق السعر؟ سعر ايه؟ سعر ارض ابويا اللي اشتريتها من عمي بتراب الفلوس. تاني هتقولي لي اسمك؟ تاني هتقولي ارض ابوك دي موضوع انتهى من زمان. بس موضوع التنازل لسه ما انتهاش. عموما فكر كويس بس بسرعه لحسن ارجع في كلامي. استني، انا موافق. انا برضك كنت عارفه انك هتوافق يا ابو الصلح. هكتب لك شيك ب5000 زفت. لا شيك لا، انا ما عنديش وقت اسيب العماره واقف في طابور البنك. كشكشني. يا رب اعمل ايه بس؟ اهديه فاضل حبيتين يا رب افتكر اجيب شريك جديد بكره. يا كتاكيت الفلوس بمصر هي الهوا اللي بتنفسه والناس بتصعب بعضها على قد الفلوس اللي معاها. لا مؤاخذة يا ست راوية، جاية لك واخري عبال ما نيمت بيومي. خير يا منصور؟ خير إن شاء الله. أمال فين الأستاذ مرسي؟ في سبع نوم. طب الحمد لله. والست ياسمين؟ نايمة بقالها 5 دقايق. يبقى أنا جيت في الوقت المناسب. أنا مش فاهمة حاجة.
لا مؤاخذة. امسك يا ست روي، دولهم 1000 جنيه، هتزودي عليهم حاجة بسيطة وتدفعيهم مصاريف للست ياسمين. إيه ده يا منصورة؟ أنتِ عرفتي منين إن أبوس إيدك، لا هو وقت كسوف ولا وقت أسئلة. بصي أعتبريهم جرد حسن وبجرديهم هنا ما يصاري. أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، طب داني حاسة إن ربنا بعت لي الفلوس دي دلوقتي عشان خاطر الست ياسمين ما يضايقوهاش في المدرسة. بس أنا مش عارفة مرسي هيوافق على حاجة زي كده ولا لأ؟ لا أبوس إيدك يا ست راوي، أوعى تجيبي له صورة إن الفلوس دي من عندي لحسن يغزي وما ياخدهاش. ويا ريت كمان الست ياسمين ما تجيبلهاش سيرة، أني عاوزاها كده تفضل تحبني لله في لله. دي طيبة قوي يا منصورة، إن شاء الله ربنا هيديكي على قد نيتك. صحيح الكلام اللي أنا سمعته ده يا منصورة؟ أيوة صحيح يا كامل بيه، أنا صحيح اشتريت الزرع ده على حسابي لكن ورحمة ست قطيفي، يقول لما تمنه كله من العمارة كلها. سيبك من الزرع اللي بتزرعيه في الجنينة، وخلينا في الشوك اللي انزرع في قلبي. إيه ده؟ انت هتغني لي تكونش فاكر روحك سعد حليب حافظ ولا شوك؟ ايه ده؟ اكرم قال لي انك ناوية تتنازلي عن القضية اللي رفعها ضد صالة. ايوة يا كامل باب، ويكون في علمك لو المتر اكرم ما راحش يتنازل بالتوكيل اللي معاه عيني هروح بنفسي مع المحامي بتاع صالح باب. دي طعنة في الظهر. بلا طعنة بلا حجنة، عيني عملت كده عشان خاطر الاستاذ عمر. عمر ده هو الشماعة اللي بتعلقي عليها خيانتك لينا. مش انت برضك رفع قضية رد شرف على ابن عمك؟ ده انا ما صدقت الاقي قضية جديدة تيجي انتي تتنازلي عن واحدة من القدام. قضيتي دي مش هتأذي اكتر من قضيتك. عموما احنا لسه فيها، شوفي صالح ادالك كام وانا مستعد ادفع لك اكتر، وتنسي موضوع التنازل ده خالص. يا ما كان نفسي يا كامل بيه، والنبي يا ما كان نفسي، بس أنا خلاص اديت كلمة ولا يمكن أرجع فيها. يا سلام، خايفة قوي على كلمتك مع صالح. لا طبعا، كلمة صالح ده مين؟ يعني خايفة على كلمتي للأستاذ عمر. بس ما تنسيش إنك واخدة مننا فلوس تحت حساب القضية دي. هدفعهم لك على داير مليه، بس لما أقبض الدفعة التانية من صالح المنزل أوي. خير يا أستاذ حامد؟ منسي قال لي انك عاوزني في شغل. خير ان شاء الله، انا عايزك في شغل مهم جدا. تكونش ناوي تفتح كباريه على حسابك ولا عاوزني اغني للتلاميذ بين الحصص؟ لا كباريه ولا تلاميذ ولا حاجه، انا عايزك تغني في فرح واحد صاحبي. مين صاحبك ده وهيعمل فرحه فين؟ هو احنا ممكن بس نتكلم على استفراد. منسي مش غريب، تقدر تقول عليه كده مدير اعمال. بس الكلام اللي انا هقوله يعني ما حدش ينفع يسمعه غيرك. معلش يا منسي، اطلع شم هوا على السطح قبل ما ناديلك. الاستاذ شكله عاوزني اغني في فرح سري. امرك يا فنانه. يا لهوي على الرجاله. ادي منسي خد السكه، قول لي بقى فرح مين؟ فرحي انا شخصيا. يا دي الحوسه، انت ناوي تتجوز على مراتك؟ يا دي الحوسه ليه؟ الشرع مديني الحق ان انا اتجوز اربعه. وانت قادر على واحده لما هتتجوز الثانيه؟ لا ما يغركش المنظر من النضارات ديت، انا بشوف الضلمه، انا حامد الجامد. طب يا استاذ حامد يا جامد، قول لي ايه اللي خلاك تفكر تتجوز على مراتك دلوقتي؟ ازر يا صالح، انا راجل استطيع ان انجب، هي لا تستطيع، ربنا خلقها كده. يعني فهمتها انك هتتجوز عليها؟ لا انا ناوي اعملها لها مفاجاه. طب قول لي ازاي بس ناوي تعمل فرح وانت هتتجوز من وراها؟ لا ما انا هعمل فرح هتضايق كده. فرح هتضايق ازاي وانت عاوزني اجيب الفرقه واغني فيه؟ لا فرقتي ايه، انا عايزك تيجي لوحدك. والعروسه بقى موافقه على كده؟ والله انا لسه ما قلتلهاش. ما قلتلهاش اني هغني في الفرح؟ لا ما قلتلهاش ان انا عايز اتجوزها. يعني انت جاي تتفق مع المطربه اللي هتغني في الفرح وانت اصلا لسه ما تقدمتش للعروسه؟ ما هو ايه، خلصني. ما هو انت العروسه يا سوسو. يا لي انت النهارده، ده انت لمبه جايفه تنوري ليله وتضلمي عشرة. اهي حلاوتها، اهي هتنور مكانك وتكدك يا جايفه. ايه يا منصور، ما بترديش عليا ليه؟ عماله ارنلك على انت الكام. لا مؤاخذه يا ستي شكريه، اصل انت الكوته بتاعكوا دي مجرح، اخلص بس من لونك وافضل. طب بس الاول الحقي هاتي الطلبات دي من السوق عشان الحق اطبخ قبل ما حامد ما يرجع. يرجع منين ولا مؤاخذه؟ يرجع من المدرسه يا منصور. مدرسه ايه؟ ده الاستاذ فينتو نزل من شويه وركب عربيته وخدها من قدام العماره وركنها في ظهر العماره. ايه
ظهر العماره؟ ايوه، ولما سالته انت بتعمل كده ليه؟ قال لي اصل الشمس ناجحه قدام العماره، مع ان بقى الشمس ناجحه في الظهر مش قدام. يعني حامل ساب العربيه وراح المدرسه بتاكسي؟ لا، انا ما قلتش كده، انا شايفاها بعينيا دول وهو راجع العماره من تاني. يعني حامل جوه العماره دلوقتي وانا ما اعرفش؟ اه لا، انا ما اعرفش انك ما تعرفيش. تفتكري الكرة كان عند مين في العمارة من ورايا منصور؟ والنبي ما اعرف يا ست شكري، هاني كنت فاكراها راجع لك تاني. اقول لك حاجة، اطلعي فوق كده في الشقة ودوري عليه هنا ولا هنا، يمكن يكون تايه ولا ناسياه. انساه؟ ده حامد فهمته وانا حاسباه بالثانية. نهارك مش فايت يا حامد، نهارك مش فايت. استني بس يا ست شكري، اقول لك حاجة، يمكن يكون خرج تاني وانا ما شفتوش، ولا يمكن اللي رجع ده هو واحد شبهه ومش هو. ما تحاوليش تدافعي عنه، كل شيء اللي انكشف انه بان. نهارك مش فايت يا حامد، نهارك مش فايت يا حامد. اي حاسه بصراصير في دماغي، بقيتي مقصورة رونطة. ما تمسكي لسانك، ها امسكي لسانك شوية، امسكي لسانك يا زيكا شوية، فضحتي ده عشان الله يخرب بعدك. منصور، ايه بتكلمي نفسك؟ اصلي يا انسه سماح، يظهر كده والله اعلم من غير قصد خربت بيت الاستاذ حامد فينتو. قلتي ايه يا اجمل سوسو في الدنيا؟ بصراحه يا استاذ حامد انت فاجئتني. بس قولي الحق، فجأة حلوه صح؟ ايوه، بس انا عمري ما كنت اتصور اني ممكن اتجوز مدرس حساب. ولا انا عمري كنت اتصور اني اتجوز مطربه. بس اقول لك حاجه، زواج العلم والفن، يعني لو جبنا ولد هدرس مزيكا، ولو جبنا بنت هتغني بحساب. يعني انت عاوز تتجوزني عشان تخلف مني بس؟ بصراحه لا، انت من ساعه ما جيت العمارة السوس وانا متبهدل تماما، بحل المسائل غلط، وبلخبط في مواعيد الحصص، وبدي العيال في امتحانات زياده وما بحاسبش عليها. يعني عاوز تقول انك بتحبني؟ بحبك انا وانت يا سوسو، هنقسم الحب على اتنين، ونضرب الشوق في ثلاثه، ونتجمع في عيش زوجيه، ونطرح من حياتنا كل الهموم السوداء اللي شفناها قبل ما نشوف بعض. اه بس خد بالك انا مهري غالي قوي. وانا عارف، 50 ان شاء الله. 50,000؟ 50 حصه و30 شبكه و40 مؤخر صداع، بس طبعا ده مش هيدفع الا في الاخر لما نعرف النتيجه. طب افرض مراتك عرفت؟ وهتعرف منين؟ انا بطلع لك بالليل بعد ما تنام، واخرج من عندك الصبح قبل ما تصحى، وفي الايام اللي هتطردني فيها على البسطه هبقى اشقر عليكي بين الحصه والحصه. طب افرض طبت علينا بعد جرس الفسحه. قال لهم فيها يا سوسو، احنا نبقى متجوزين على سنه الله ورسوله. يعني ما انتش خايف منها؟ اخاف منها؟ لا، انت ما تعرفيش حامد فهمته، انا ما بخافش غير من خلاني. على فكره شكريه بتتضايق مني موت. ومالك موطي صوتك كده ليه؟ انت اللي موطي صوتك مش انا. وده مين ده اللي هيجي لي دلوقتي؟ ممكن يكون المأذون. مأذون ايه؟ هو كان شمع على ظهر ايده. ممكن يكون الاستاذ منسي رجع بعد ما شفط الهواء كله في السطوح جاي يخنقنا. مين؟ مين اللي بيخبط؟ انا شكريه يا سوسو، هاني بفتحلي. شكريه؟ اللي جابها دلوقتي؟ انت بتسألني انا؟ كنتش عرفت ان انا واتجوزك عليها؟ ارجوكي خبني بسرعه. انت مش بتقول انك مش بتخاف منها؟ انا بخافش منها، انا بخاف على احاسيسها، احاسيسها بني ادمه برضه. وانا هخبيك فين دلوقتي؟ ستي خبيني في اي مكان، هو انا غريب؟ طب تعالى اجري على الحمام جوه، استخبى جوه. الحمام؟ لا الحمام، لا اول حاجه بتدور فيها شكريه الحمام. طب تعالى اوضه النوم، ادخل في اوضه النوم بسرعه. اوضه النوم فرصه برضه اتعرف عليه. يلا. ايه يا حبيبتي؟ ساعه سايبانا رن على الباب؟ خير يا مدام شكريه؟ خير؟ اكونش صحيتك من النوم ولا يكونش عندك ضيوف مش قادره تسيبيهم لوحدهم؟ ها مين اللي هيقولي السعاده يا مدام شكريه؟ ده انا حتى كنت نايمه، ما انت عارفه بسهر طول الليل وانام طول النهار. الله يكون في عونك يا حبيبتي، اصل انا جوزي كان تايه مني، فقلت اجي ادور عليه، يكون وقع عندك يعني ولا حاجه، او اتلخبط في الشقق فدخل شقتك غلط. كلام ايه ده يا مدام شكريه؟ وهو ايه اللي هيجيب جوزك عندي ان شاء الله؟ انا عارفه عندك حق برضه، اكيد بقى بعت نظارته تشوف له الجو عقبال ما هو يجي في السكه. دي نظاره منسي مدير اعمال. دي نظاره جوزي وانا عارفاها كويس. ليه؟ هو المصنع اللي عملها ما عملش غيرها؟ قصري وهاتي من الاخر، وقولي مخبياه وركناه في انهي جنب بدل ما اعمل لك فضيحه في العماره. على فكره انت مش من حقك تتهاجمي على شقتي بالمنظر ده. ما تخافيش يا حبيبتي، انا هرفع البصمات واقفش جوزي متلبسا وارحل على طول. مش معقول كده يا ست انت، انتي لو ما خرجتيش دلوقتي هطلب لك البوليس. لما نشوف مين فينا هيطلب للتاني البوليس يا حبيبتي.
مخبياه فين؟ خلاص فتشت الاوضه وعرفت ان جوزك مش عندي؟ لسه ما خلصتش معاينه. لا ده كتير قوي، وكمان ببص تحت السرير هو كان جوز جزمه؟ احترمي نفسك، انا عمري ما كنت جزمه. انا فين يا استاذ حامد؟ كان عندك درس تحت السرير ولا وقعت منك مساله نزلت تجيبها؟ ايه الصدفه العجيبه دي؟ انا عمال ادور عليك من الصبح، انت كنت فين كل ده؟ انا هقول لك، قدامي على تحت 10 سنين وانا نايمه على ودني ومختومه على قفايا ومش عارفه ايه اللي انت بتهبته. ايه يا شكريه كده؟ انت هتلم الناس علينا ولا ايه؟ ما تخليهم يتلموا، خليهم يتلموا يا حبيبي. انا عايزه سكان العماره يعرفوا ان الهانم المطربه خطفت الرجاله، جت العماره عشان تغني على كل راجل فيها شويه، بس الحمد لله لحقتها في طقطقه حميد. فهمتوا؟ قدامي دكسوس الفن محتاجك، انت هتعمل عليك بعلاه برضه بس مالكش دعوه انت وخليك في حالك. الله جرالك يا سوسو. قصدي يا راوية، انت ناسي ان انا رئيس مجلس اداره العماره ولا ايه؟ نعم، انت هتعملها لي حيوانه في سلوانه ولا ايه؟ من بكره هسيب مجلس الاداره عشان ما تقابلش الهانم. يلا قدامي. عماره انا خويا بصحيح. نعم، بتنادي عليا وانت طلعت لي منين انت كمان؟ انا سمعت صوتك قلت اجي عشان ادافع عنك. على العموم سيبك منهم، دول رجاله بتخاف من مراتاتهم. الدور الباقي بقى على اللي لسه ما اتجوزش وما بيخافش من مراته خالص. بشوفي احساس تاني. حاجه يعني. اوكي على ميعادنا بكره ان شاء الله. هي كده اديتك ميعاد؟ اصحى. سوسو دي مفيش حد في العماره كلها فاهمها قد. قدامي يا ناقص قدامي. الست كانت بتشرح خفيف راح دخلت اصدهرها. واديني استطتك معاه بالمره. يا اسمع يا طنط مسكيك كده ليه؟ عقبال امانتك ظبطت متلبس. السنون على الوصفه. خلص حزه طنط شكريا واجي اديك واحد سكه. قدامي غور. اما وريني. يا رب استر يا رب. استر يا رب من فضلك. ايه ده؟ ساعه بحالها قاعده جوه قافله على نفسها. ايه ده؟ يا ترى بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تكونش انتحرت وساب الجواب ان انا اللي قتلتها. انت لسه هنا؟ شكريا سامحيني يا شكريا، دي اول مره العب بديني من ساعه ما اتجوزنا. واخر مره. هي فعلا اخر مره لاني خلاص تبت. لا عشان احنا خلاص مش هنبقى متجوزين اصلا. ايه ده شكريا؟ انت عايزه تطلقي لمجرد ان انت ظبطتيني في اوضه نوم الجيران؟ تحت سرير الجيران يا حامد يا فهمته. تحت سرير؟ ما انا فوق سنين كنت عملت ايه؟ كنت هطلقك برضه بس بعد ما اقطعك حتت واقليك في الزيت. مش بلاقي عقلك. عقلك سايبانك البيت مش حل المشكله يا بنت الناس. ومين قال لك اني هسيب البيت؟ الله، ما انما هدومك ليه؟ هتغسلي. لا دي هدومك انت. هدومي انا؟ ايوه هدومك. اتفضل وريني عرض كتافك لحد ما يجي المأذون. شكرا يا حرام عليكي، انا ما صدقت اترحمت من نوم البسطه. ومين قال لك ان انت هتنام على البسطه؟ ربنا يخليك يا شكرا. انت هتنام بره العماره كلها. شكرا شكرا. اسمعك شكرا. يا لا لا انت ضعف، انت ضعف اللي حصلت. السلام عليكم. انا شفتك قبل كده. ايوه في اليوم الاخبر اللي كنت جاي مقدم فيه على شغلانه البواب. ايوه 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 ساعه ما كنت انت عايز الوظيفه ورافض العروسه. ماني ما كنتش اعرف انها منصوره، بالك لو كنت عارف كان زماني دلوقتي متلجح قدام البوابه بدل بيومي. بيومي مين؟ يا ليله بيضه، لو انت ناسي بيومي. سيبك من اللي انا ناسيه وخلينا في اللي انت فاكره. تعالى تعالى اقعد يلا. قول لي بقى تشتكي من ايه؟ يعني خلي شغلي يا دكتور. ايوه بس اللي انا فاكره ان انا دكتور مش فاتح مكتب تخديم. واني مش هلاقي شغل غير لما تنحل عقده عيني واشوف الالوان الطبيعيه. امال انت بتشوف بايه دلوقتي؟ ابيض واسود. انا الوحيد لحد دلوقتي اللي بيشوف التلفزيون ابيض واسود. ايوه بس اللي انا فاكره ان انا دكتور باطني مش دكتور عيون. اللي يفهم في الباطنه يفهم في العيون، وهو كله في جسم البني ادم. بالك الواد سياجي كان بيكشف علينا احنا والحمير في اوضه واحده. سياجي مين؟ الباشا تبرج اللي حدانا في البلد. تعرف انها فكره مش بطاله برضو انك تكشف علينا والحمار في اوضه واحده؟ لا
ان انا افتح هنا في العياده قسم عيون مخصوص علشانك. ايوه كده، خلي الدنيا تزهزه باجه. ايوه بس الموضوع ده هيكلفك كتير. ولا يهمك، خال حسونه باع جراطين من حته الارض اللي حداها في البلد وبعت لي من ثمنهم 1000 جنيه اركب بيه وحده الالوان الطبيعيه. ال 1000 جنيه دي انا هصرفها على وحده العيون اللي هفتحها لك هنا في العياده. طب وحده الالوان؟ شوف بقى هنحتاج لها قد ايه؟ مش اقل من 3 قراريط. عايزكم تركزوا معايا الحصاني عشان انا مش بركز خالص. معلش يا مستر، تعيش وتاخد غيرك. اه طبعا، عشان الثلاث دقايق ما رضيتش افوتهم لك الحصه اللي فاتت. اهدي يا استاذ فينتو، انت نجلت المدرسه بتاعتك للجنينه بتاعتي. ايه الجنينه بتاعتك دي؟ الجنينه دي بتاعت العماره كلها. دلوقتي واخد جنينه العماره كلها؟ مش دي اللي انا اول ما جاي كانت خرابه كلكم مبريين منها؟ اعذرين يا منصوره. هدي، انا اعصابي تعبانه قوي. ما هو دي اللي هيجنني، اعصابك تعبانه وبرضك مش قادر تفرط في الحصه. يعني يبقى موت وخرب حصه؟ اني بس مش قادر افهم فيها ايه سوس الكوبلم ديا مش موجود في الست شكريه. فيها ايه سوس ومش موجود في شكريه؟ كل حاجه مش موجوده في شكريه. شكريه دي بس انت عشان ما تعرفهاش بيتهالك انها واحده ست. شكريه دي منصوره ليها اخ توأم اسمه شكري، لما بيجي عندنا انا بتلخبط بينهم، لكن مش هي دي المشكله. امال ايه المشكله؟ طب لحظه واحده بس، الخم الولاد وارجع لك عشان افضل. يا ولاد عايزكم تحلوا 19 مساله دول لغايه ما ارجع. يا وجع سوخي ده باين عليها مشكله طويله قوي، شكلي كده صرصرتها على نفخ. ايوه يا باشمهندس، انا مش عاجبني نظام المؤثرات الجديد اللي انت ركبته لي. ايوه يا ريت تجيني بكره ونشوفه سوا. سلام. السلام عليكم يا دكتور. ايه ده؟ انت جاي لي بشنطة هدومك؟ انا حايز بيها من ساعة ما مراتي طردتني بسببك. مراتك طردتك بسبب عينيك الزيغة؟ مش انت اللي قلت لي غير العتبه؟ ما لقيتش غير عتبه السوسو. ما هي العتبه الوحيده الفاضيه في العماره. ده انت اللي عينيك عليها من ساعه ما جت في العماره. هو حرام الواحد يتجوز على مراته واحده حلوه وانا اتجوز على مراتي كل يوم؟ يا جدع انت تتجوز على مراتك واحده ساكنه معاها في نفس العماره؟ اهي ظبطتك متلبس. عشان كده انا جاي لك عشان تشوف لي صرفه. خد بايدي زي ما غرقتني. طب ايه رايك انا ممكن اعمل لك حجاب يصالحك على مراتك ب 3000 جنيه بس؟ صالحني على مراتي ب 3000 جنيه؟ ده لو اتجوزتها من اول وجديد تقف عليا ارخص. طب ايه رايك اشوف لك عروسه تانيه ب 5000 جنيه؟ لا انا من رايي اشوف لي مطرح انام فيه ببلاش. ببلاش؟ اتفضل، الحاجات اللي طلبتيها مني من السوق. بعد ايه؟ ما انا كنت هطبخ له بيها السم الهاري. خلاص اطبخي لي نفسك. نعم؟ قصدي يعني اعملي اكل لنفسك. انا خلاص لا عاد عندي نفس اطبخ ولا اكل ولا اتهبب حتى. اهديه استني بس يا ست شكريه، عشان خاطري تسامح الاستاذ فندو، ده غلبان وبيحبك، وبعدين اللي حصل ده مجرد نسوه. ده انا مطلعاه من تحت السرير. حلف لي 100 ايمان انه ما دخلش اوضه النوم غير عشان يستخبى مني. وهو ايه اللي كان دخله الشقه اصلا؟ مش عارفه والله، ماني عارفه اقول لك يا ست شكريه. منصورة، انت عارفة حاجة ومخبيها عليا؟ اه بصراحة كده الدكتور كمارس فهمه انه مش هيخلف غير لما يتجوز عليك. يخرب بيتي، عيني باين علي، جيتك حالها عمتها. ست شكري، أنا بس كنت عاوزة أفهمك إن الأستاذ فينتو بيحبك والله، وجوزه عليكي ده جواز انتراري زي العمدة كده صراحة منصور في فيلم الزوجة التانية لما اتجوز الست سعاد حسني على الست سناء جميل. انتراري. أنت عايزة تفهمين إن هي سعاد حسني وأنا سناء جميل؟ لا طبعًا، إيش جاب كوبلم دي للسندريلا؟ أنا قصدي يعني إن أنت الأصل يا عسل وهي الصورة، أنت اللي واخدك على حب.
وهي اللي هياخدها على خلفه. امالك كده بتتكلمي زي ما يكون هياخدها فعلا؟ لا 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 لا، لا هياخدها ولا هتاخده ان شاء الله. انتم الاثنين مالكوش غير بعض، وباذن الله ربنا هينعم عليكم بالعيل اللي هيجربكم من بعض اكتر واكتر. يا رب يا منصور، انا بقالي 10 سنين ما بترجاش من ربنا غير العيل ده، نفسي فيه. بيقولك شركة تلفزيونات محتاجين افراد امن. ابعدني عن اي شغلانة فيها الوان. ماشي. الهلال الاحمر محتاجين عمال نظافة. الاحمر انت غبيض، بقولك ابعدني عن اي شغلانة فيها الوان. خلاص يا عم اسكت. الحمد لله الحمد لله، لحقتوك قبل ما تنهبوا. استاذ فهمتو، اوعى تكون جاي تأجر السطح عشان الدروس الخصوصية بتاعتك. لا يا سيدي، انا بس يا جماعة يعني للضرورة، لا للضرورة والله، يعني اقعد معاك في الاوضه. ويا الاوضه تستحمل ايه ولا ايه؟ يا جماعه ما انتوا عارفين الظروف الصعبه اللي انا امر بيها بعد فتحت سوسو. الحال من بعض، انت ضحيه سوسو واحنا ضحيه منصوره. ما هو لو كل واحد بقى مراته طردته وجاي قاعد معانا هنا في السطح، هنبص نلاقي البلد كلها بايته معانا في الاوضه. لا اطمن يا مرخوليا، انا هقعد معاك بلقمتها. لا هتقعد معانا بلقمتنا احنا. يعني ايه احنا دي؟ يعني احنا هنقبل ان احنا ناكل يعني على حسابك طول ما انت قاعد عندنا فطار وغدا وعشي لحد ما ترجع بيت مراتك. ومن عارف مش يمكن ربنا يكرمكم وتفضلوا متخاصمين طول العمر. يا اخي حرام عليك. وبعدين انت جبت معاك جرنان تستغطى بيه ولا تستلف مني الملحق؟ لا اطمنوا يا جماعه، انا جايب فرشتي معايا. هايل جدا جدا جدا. فرشتي معايا. ايوه فرشتي. خد صور. ادي بقى للاستاذ حامد الملحق عشان يتغطى بيه. ملحق ودارس اول زي اتغطى بملحق. الحمد لله على السلامة. اهدي انت هنا يا بيومي؟ مستنيكي تاجي عشان تعملي لي كوباية الشاي بتاعت الليل واخره. من عليا الاثنين، خشي خد انت حمام الليل واخره، تطلع تلاقي كوباية الشاي بتاعت الليل واخره. لا اهدي، هو قال لي لا؟ اصلا انا اتسبحت خلاص. اهدي، وانت ايه اللي خلاك تتسبح قبل ما انا اجي؟ يعني انا قلت اتسلى يعني لحد ما انت تاجي. طب بقول لك ايه يا بيومي، قوم قوم احلك دقنك. احلك فيها ايه اكتر من كده؟ معلش خدها وشي تاني لحسن النوبه اللي فاتت شوكتني. النوبه اللي فاتت ميتي. ايوه بقى يا بيومي، انت على طول كده بتنسى كل حاجه وتكسفني. امر لله، حديها وش تاني، بس اطلع من الكبانيه القاكي عامله الشاي ومظبطه نفسك. ها هتدور على حاجة؟ ها؟ لا ابدا. انا كنت لقيت الشريط ده تحت المرتبة، قلت يعني يمكن تكوني محتاجاه دلوق عشان تعملي لي كوباية الشاي اللي هتنيميني بيها كل ليلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بيوم؟ عملت كده ليه يا منصورة؟ ليه اتجوزتيني وانت ما رضانيش؟ ابوس ايدك يا بيوم، انا عاوزك تفهمني. افهميه؟ أنا كنت الحيطة المايلة اللي هتتسندي عليها عشان ما تطلعيش من العمارة وعشان ما يتقطعش عيشك، صح؟ لا 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 اهدى واقعد، هدي أعصابك كده عشان أقدر أحل لك مشكلتك. يعني مشكلتي يا دكتور مع البيت منصورة ليها حل ولا ملهاش؟ كل شيء له حل. مع منصورة؟ منصورة؟ الاسم ده انا متاكد ان انا سمعته قبل كده. يا واجعه مطينه بطين يا دكتور، انا ليا ساعتين هشتكي لك منها عاد. ايوه يا اخي منصوره. منصوره بوابه العماره صح؟ الحمد لله بدايه موفقه. طب انت بقى تبقى مين؟ واه يا دكتور، انا بيوم جوز منصوره اللي احكي لك عليها. ايوه يعني انت جوز البوابه. لا هي اللي مرت البواب. مش هتفرق كتير، قول لي بقى انت ايه مشكلتك مع منصوره؟ لو انا احكي لك الحكايه من اول وجديد؟ ايوه ايوه خلاص افتكرت. انت حاسس ان منصوره ما بتحبكش. هتحبني كيف وهي هتنيمني كل ليله عشان ما نظبطوش؟ اعتقد كده انك محتاج دكتور نفساني.
تقصد يعني تقول ان انا منافسن يعني؟ ما كلنا منافسنين يا صاحبي، بس احنا مش واخدين بالنا. بس انا ما اعرفش حد في العماره دكتور نفساني يعني. الله، وانت ما تعرفش تخرج بره العماره ولا ايه؟ لا، اخرج بره العماره كيف وانا البواب. هي دي المشكله. انت جيت العماره على انك هتبقى بواب، وفجاه اكتشفت انك يا دوب جوز منصوره، وحتى جوز منصوره دي لغايه دلوقتي ما حصلتش. طب ما تاخده بيدي نولك ثواب وتقول لي يعني نعمله ايه عشان يحصل المراد. شوف، انت لازم تواجه منصوره، لازم تعرف منها هي ليه بتتهرب منك من ساعه ما اتجوزته.